السلام عليكم. النهاردة هنكمل بقية مراجعة امتحانات سابقة. قبل ما أبدأ، في حد عنده سؤال؟ في حد عنده أي سؤال؟ يا سادة، حد عنده أي أسئلة؟ لا، في حاجات أنا حسبتها اللي أنا ما قلتهاش، المحذوف اللي أنا ما قلتوش، لكن كل اللي قلته علينا، وطبعا ده أقل القليل، يعني في حدود المسموح به. يعني الأسئلة كلها 25 سؤال، الأسئلة كلها 25 سؤال. أما نراجع بس الامتحانات دي مع بعض، يا ريت أنا هقول السؤال وأنتوا معايا تجاوبوا بقى وتردوا عليا. بيقول في معادلة خط الانحدار y بتساوي a زائد dx، المتغير x بنسميه إيه؟ يلا حضرات تراجعوا معايا. اكس بنسميه ايه؟ اكس اللي هو المتغير المستقل، مظبوط، اكس متغير مستقل. السؤال الثاني، معادلة خط الانحدار واي بتساوي 20 زائد 2 اكس، فإن قيمة واي لما تبقى اكس بخمسة، بس متنبؤ، لما تبقى الاكس بخمسة تبقى الواي بكام؟ هعوض في المعادلة، هشيل اكس واكتب كام؟ خمسة، هتبقى واي بتساوي 20 ناقص 2 في 5، يعني 20 ناقص 10، هتبقى الإجابة كام؟ 10، الإجابة رقم دي. السؤال 18، وده سؤال مهم، إذا كانت معادلة خط الاتجاه العام في الفترة من سنة 31 ل 35 على الصورة y بتساوي 6 زائد 2 x، فإن القيمة المتوقعة في عام 37، هعمل إيه؟ حاجة في المعادلة اللي مديهاني دي وعوض عن قيمة اكس، واي بتساوي 6 زائد 2 اكس، هشيل قيمة اكس وعوض عنها بالفرق الزمني بين بداية السلسلة اللي هي سنة 31 وحتى سنة التنبؤ ضد سنة 37، يعني هعد عدد السنوات من أول سنة 31، يعني سنة هتبقى معانا في الحساب حتى سنة 37، يبقى 31 و32 و33 و34 و35 و36 و37، تبقى الاكس بكام؟ تبقى الاكس بكام يا حضرات؟ الاكس ب7، برافو يا عبد الله، الاكس ب7، يبقى هشيل اكس واكتب 7، تبقى واي بتساوي 6 زائد 2 في 7، 2 في 7 ب14 زائد 6 يبقى الجواب 20، اللي هي الاجابه رقم ب. إذا كان معامل الارتباط بين الإحصاء والتاريخ 2 من 100، يبقى دي علاقة إيه؟ ب طردية ضعيفة، برافو يا مريم. طبعا طردية عشان موجبة، وضعيفة عشان ضعيفة يعني بعيد عن الواحد، دي 2 من 100، تبقى هي طردية ضعيفة، قريبة من الصفر، برافو يا عبد الله، قريبة من الصفر، برافو عليك. السؤال رقم 20، إذا كان معامل الارتباط بين الإحصاء والاقتصاد 9/10، وده يسموه ارتباط قوي، طرد قوي، فإذا قسمت الدرجات المقررين، إذا قسمت درجات المقررين على 3، فإن معامل الارتباط بعد القسمة هيكون إيه بقى؟ طبعًا معامل الارتباط لا يتأثر لا بالقسمة ولا بالطرح ولا بالجمع ولا بالضرب، كما هو، لا يتغير، يبقى معامل الارتباط طبعًا زي ما هو 9/10، مش هيتغير. سؤال 21، تقع قيمة معامل الارتباط بين ايه بقى؟ في عندك أربع اختيارات، هتبقى الإجابة إن إيه؟ معامل الارتباط. تبقى معامل الارتباط بيقع بين كام وكام؟ بالظبط بين سالب واحد وموجب واحد. الإجابة ج، بين سالب واحد وموجب واحد، بالظبط. سؤال 22، مدينا بيانات
عن الاسعار والكميات ومدي المجاميع جاهزه. يا ريت يكون معاك آلة حاسبة دلوقتي، وعاوز الرقم القياسي التجميعي المرجح للسبير. عايزين نجيب رقم للسبير، رقم للسبير لو انت فاكرين القانون. طبعا السبير بيرجح بسط ومقام بكيو صفر، بسط ومقام للسبير يبقى بسط ومقام في كيو صفر، لكن البسط هضيف عليه بي 1 والمقام بي صفر. يبقى قانون للسبير سميشن بي 1 كيو صفر على بي صفر كيو صفر. تطلع كام على كام يا جماعة؟ يطلع كام عامل ناس بير؟ خليل بيقول الإجابة ج، يعني 200%. حد عنده إجابة تانية؟ لسبير بالظبط يا مريم، بالظبط كده. فلا يا عبد الله، حتى ال 180 دي مش موجوده يا عبد الله اصلا، مفيش اجابه اسمها 180. يبقى الاجابه رقم 2 اللي هي 840 على 420، فعلا الاجابه رقم 2 يطلع 200%. السؤال 23 عايز رقم داش، داش هيبقى بسط ومقام بيو 1. طبعا البسط ده من في بي 1 والبسط والمقام في بي 0. يبقى داش عباره عن ايه؟ داش عبد الله بيقول 180. حد عنده اجابه تانيه؟ رقم داش حد عنده اجابه تانيه يا حضرات؟ رقم داش عباره عن ايه؟ البسط سميشن بي 1 كيو 1 المقام سميشن بي 0 كيو 1. يعني هقول كام بقى؟ 936 على 520 يطلع 180، الإجابة رقم ألف. السؤال 24 بيقول رقم لاسبير هو رقم قياسي يرجح بالكميات النسبية لسنة كام؟ لاسبير بيرجح بالكميات بتاعت مين؟ بالأساس لاسبير في س والأساس في س، يبقى لاسبير الأساس. الإجابة ألف صح. السؤال اللي بعد دي أسئلة امتحانات أعوام سابقة. السؤال بيقول المصادر التاريخية هي إحدى مصادر البيانات، صح ولا غلط؟ صح. البيانات لها كم مصدر؟ اتنين، مصادر تاريخية ومصادر ميدانية. البيانات لها كم مصدر؟ مصدرين، إما ميدانية وتاريخية. طيب ينشأ المضلع التكراري من المدرج التكراري، صح ولا غلط؟ المضلع اقدر اجيبه من المدرج؟ طبعا صح، اني باجي على المدرج وبنصف القمم وبوصلها بالمسطره. لما بوصلها بالمسطره ينشأ حاجه اسمها المضلع التكراري. يبقى المضلع التكراري ينشأ من المدرج، الاجابه صح. الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين، صح ولا غلط؟ الانحراف المعياري بالظبط. لا يا مريم، الانحراف المعياري جذر التباين، مظبوط. التباين رمزه سيجما تربيع، التباين رمزه سيجما تربيع، لو خدت جذره اسمه سيجما، اسمه الانحراف المعياري. يبقى الانحراف المعياري هو جذر التباين، الاجابه صح. مركز الفئه، يا ترى الاجابه الف ولا باء ولا جيم ولا دال؟ مركز الفئة عبارة عن إيه؟ أي إجابة؟ عبد الله بيقول باء. حد عنده إجابة تانية؟ بالظبط الإجابة باء، بالظبط. مركز الفئة البداية زائد النهاية على 2، بالظبط. السؤال اللي بعد كده بيقول رواتب العاملين، المرتبات تختلف من شخص لآخر، تبقى متغير. يا ترى لما اجي اوصفها اقول كم منفصل ولا متصل ولا وصف اسم ولا وصف ترتيبي؟ طبعا المرتبات دي ارقام، يبقى كمي.
مرتبات دي ارقام تبقى كم، بس نوعها ايه بقى؟ منفصل ولا متصل؟ الرواتب متصلة، متصلة يعني فيها كسور. واحد بياخد 12000 ونص، 12300 ريال و50 هللة، بعدين فيها كسور يبقى متصل. من خصائص الوسط الحسابي أنه يستخدم أصغر القيم ولا أكبر القيم ولا بعض القيم ولا كل القيم؟ بالظبط، كل القيم، كل القيم. أنا هسأل سؤال من عندي، ما هي المتوسطات التي تستخدم كل القيم؟ ما هي المتوسطات اللي درسناها وبتستخدم كل القيم؟ ايه هي؟ حد يكتبهم لي كده. ما هي المتوسطات التي تستخدم كل القيم في حساباتها؟ الوسط الحسابي ادي واحد، وايه كمان؟ طبعا اجابتك يا عبد الله يا عطار غلط. والوسط الهندسي، برافو يا علاء او علا، برافو يا علا. الوسط الحسابي والهندسي والتوافقي، الثلاث مقاييس دول، الثلاث مقاييس دول بيستخدموا كل القيم. ماشي حضرتك، الثلاث مقاييس دول لا يمكن ايجادهم بيانيا. الوسط الحسابي والهندسي والتوافقي لا يمكن ايجادهم بيانيا. الثلاث مقاييس دول بيستخدموا جميع القيم. لكن الوسيط والمنوال، الوسيط والمنوال لا يستخدموا جميع القيم ويمكن ايجادهم بيانيا. الوسيط والمنوال لا تستخدم كل القيم. نمرة 2، الوسيط والمنوال يمكن ايجادهم بيانيا. الوسيط يجي من المنحنى الصاعد، المنوال بيجي من المدرج التكراري. السؤال اللي بعد كده، إذا كان الوسط الحسابي 30، فإذا ضربت كل درجة من درجات الطلاب في 2، فإن قيمة الوسط دي بعد عملية الضرب، الوسط الحسابي يتأثر بالجمع والطرح والضرب والقسمة. إذا كان الوسط الأصلي 30 وضربنا في 2 يبقى الجديد 30 في 2. يبقى إذا قسمنا على 2 يبقى الجديد 30 على 2. طب إذا ضفنا 10 يبقى الجديد 30 زائد 10، وهكذا. السؤال اللي بعد كده، إذا كان معامل الارتباط بين الإحصاء والاقتصاد 66%، فإذا ضربت درجات كلا المقررين في 2، فإن معامل الارتباط يكون شكله إيه بقى؟ يقولنا إن مش صغيرين، هيفضل زي ما هو لا يتغير. يظل معامل الارتباط كما هو لا يتغير. بالظبط. السؤال رقم 9، بفرض ان اوزان عينه من الشباب مديها له وعاوز الوسيط. انت عشان تجيب الوسيط لازم يرتب القيم. عشان تجيب الوسيط لازم يرتب الايه؟ القيم. ولما تبص في المثال ده تلاقي القيم مترتبه ترتيب تصاعدي، جايه مترتبه جاهزه. يبقى هو مش اول خطوه عندك. هو داخل بيت ترتبها. فاضل انت بس تحدد الوسيط. احدده ازاي؟ بدون ما استخدم اي قانون. هاجي بصبع الابهام واحط صبع في النص بالظبط. دول كام قيمه؟ 2 4 7. لما تحط بالنقط، طبعا سؤال رقم 8 اللي بيسال، معامل الارتباط لا يتغير زي ما هو يا علا. معامل الارتباط زي ما هو مش هيتغير. سؤال 9، عشان اجيب الوسيط احط 7 في النص، هيجي ده على كام؟ هيجي على رقم 78، لان قبل ال 78 في 3 قيم وبعد ال 78 في 3 قيم، يبقى اللي في النص ده اسمه الوسيط. يبقى الوسيط هنا كان ده بدون اي قانون هو ال 78. لكن لو صبع جه بين رقمين، لو صبعي جه بين رقمين اعمل ايه؟ اخد متوسطهم، اجمعهم واقسم على 2. سؤال 10، مدينا درجات وعاوز المنوال. ايه هو المنوال اللي بيتكرر اكتر من غيره؟ مين اللي اتكرر هنا اكتر من غيره؟ ال 16 ثلاث مرات.
ال 16 3 متر، يبقى هنا المنوال يساوي 16، يبقى المنوال هنا قيمته 16. ممكن نلاقي منوالين اتنين، وممكن ما الاقيش خالص. لو ما لقيتش اقول لا يوجد منوال. بالآلة الحاسبة بقى نجيب السؤال رقم 11. يلا يا حضرات بالآلة الحاسبة، عايز الوسط الهندسي الأرقام 4 و5 و6 و7. يلا يا حضرات، حد يجيب الوسط الهندسي الأرقام دي. رأيك كام يا جماعة؟ الوسط الهندسي للسؤال رقم 11، مريم جابتها 5 يعني اللي هي الإجابة رقم ج. في حد تاني الإجابة يا جماعة غير اللي جابتها؟ وعليا برضه بتقول 53، قصدها 5.3، مظبوط. وعبد الله صح، وعليا صح، فعلا الإجابة رقم ج. في الوسط الهندسي الإجابة رقم ج بالظبط كده. الناس اللي مش عارفين دول كام رقم؟ 4 ارقام. هاجي بالآلة الحاسبة واقوم ضاغط 4 وبعدين اضغط شيفت، وفي عندك مفتاح عليه اكس وعليها مربع مسمار، وراها علامة الجذر، اضغط عليها وافتح القوس. لازم افتح القوس واكتب الارقام مضروبة في بعضها واقفل القوس. افتح قوس واكتب الارقام مضروبة في بعضها واقفل القوس واقول يساوي. السؤال رقم 12، في حد مش عارف يحسب الوسط الهندسي؟ في حد مش عارف يحسب الوسط الهندسي؟ طيب لو انا قلت لك نفس الارقام دي عايزين الوسط التوافقي. ايمان معاك انا حسبه يا ايمان؟ يلا معايا، دول كام رقم يا ايمان؟ 4 5 6 7، دول كام رقم؟ 4. هقوم ضاغط على الآلة الحاسبة 4 وبعدين اضغط شيفت، بعدين في مفتاح مكتوب على وشه كده اكس وعليها مربع مسمط ابيض، لو ضغطت عليها هيجي لك علامة الجذر، علامة الجذر. بعدين اضغطي القوس، افتحي قوس علامة القوس، واكتبي الارقام دي مضروبة في بعضها، تقولي 4 في 5 في 6 في 7 واقفل القوس وقول يساوي، هيطلع الناتج. يلا جربي كده بسرعه على ايمان ما تخلص، انا عايزكم تحسبوا لي الوسط التوافقي. على ايمان ما تخلص الوسط الهندسي، الناس اللي معايا يحسبوا لي الوسط التوافقي لنفس الارقام. يلا حضرات، حد حسبها؟ الوسط التوافقي. طب حسبتي يا ايمان الوسط الهندسي ولا لسه؟ محدش بيرد. ماشي، ننتقل للسؤال اللي بعده. ده الهندسي يا عبد الله، انا بقول التوافقي. حسبتيه يا مريم طلع كام؟ تطلع كام يا، برافو يا مريم، برافو. لا التوافق يطلع 5.266 زي مريم ما كتبتها بالظبط. اجابه مريم صحيحه بالظبط. تعمل ايه يا عبد الله؟ دول كام رقم يا عبد الله؟ 4، تقوم ضاغط 4. يا عبد الله تضغط ايه؟ 4، وبعدين تضغط علامة القسمة، وبعدين تفتح قوس، وبعدين تقول 1/4 زائد، على طول 1/5 زائد 1/6 زائد
واحد على سبعة واقفل القوس وقول يساوي. ان جه بسط ومقام خليها كسر عشر، اضغط على اس دي يطلع خمسة وهكذا. السؤال اللي بعده واحد 12 مدينا هنا مجموعة كذا سمشن اف ب 20 سمشن اف في اكس ناقص اكس بار تربيع 500، عايز التباين. التباين عبارة عن ايه هنا يا جماعة في سؤال 12؟ التباين بالظبط هقسم 500 على 20 يطلع 25، يبقى التباين هنا 25. اللي يا جماعه بيحل معايا ولقى في مشكله في موضوع معين يعلم عليه ويرجع بقى المذكره يتمرن عليها مره ثانيه. انت هنا بتتمرنوا معايا، اللي فيه مشكله قدام منه وقفت يعني مش عارف يجيب الرصد الهندسي او مش عارف يجيب الرصد التوافقي، يكتب نوتس جنبه كده يراجع الهندسي والتوافقي، يراجع عليهم مره ثانيه ويتمرن عليهم. يبقى التباين هنا كام؟ ب 25. طيب لو انا عايز انحراف المعياري يبقى كام؟ يبقى كام يا علا؟ لو التباين 25 واتخذت الانحراف المعياري هيبقى كام؟ الانحراف المعياري لو انا طلبت الانحراف المعياري ما طلبتش التباين، هجيب الانحراف المعياري ازاي؟ بالظبط جذر ال 25، جذر ال 25. السؤال رقم 13 مدينا بيانات سمشن اف ب 15 سمشن اف في الفرق المطلق اكس ناقص اكس بار ب 75، عايز الام دي الانحراف المتوسط اجيبه ازاي؟ هتقسم الرقمين على بعض 75 على 15 هيطلع كام؟ 5، هيطلع 5. السؤال رقم 14 اذا كان متوسط الدرجات 80 يعني اكس بار انحراف معياري 10 يعني سيجما ب 10 في طالب خد 90 93 يعني اكس ب 90 عايز الدرجه المعياريه زد. زد عباره عن ايه؟ اكس ناقص اكس بار تقسيم اس او تقسيم سيجما. اكس بار يعني ايه؟ وسط حساب اللي هو 80، سيجما اللي هي كام؟ اللي هي 10، يبقى فين اكس؟ 90. يبقى 90 ناقص 80 ب 10 تقسيم 10 يطلع بواحد، يبقى الدرجة المعيارية هنا كام؟ بواحد. السؤال 15 إذا كانت لدينا المعلومات التالية عن درجات عينتين من الطلبة والطالبات، عينة الطلبة كانت الإكس بار بتاعتهم 20 والإس بتاعتهم بخمسة، إس اللي هي الانحراف المعياري اللي هي سيجما، ساعات نقول سيجما وساعات نقول إس، وفي عينة الطالبات كانت الإكس بار ب40 والإس اللي هو الانحراف المعياري ب8. مستخدما معامل الاختلاف اللي هو سي في حدد اي العينتين اقل تشتتا. هجيب معامل الاختلاف للطلبه واجيب معامل الاختلاف للطالبات. ايه هو معامل الاختلاف؟ اس تقسيم اكس بار ضرب 100. ده بالنسبه للطلبه هقول 5 تقسيم 20 واضرب الناتج في 100 يطلع 25%. ده معامل الاختلاف للطلبة. طب والطالبات هقول 8 على 40 يساوي ضرب 100 هيطلع 20%، يبقى مين اللي أقل تشتت؟ الطالبات. الاختلاف بتاع الطلبة 25 اختلاف الطالبات 20، يبقى اللي أقل تشتت الطالبات. السؤال رقم 16 مدينا توزيع تكراري وعاوز الوسط الحسابي. قبل ما تطبق القانون يا حضرات بص على التوزيع ده، شوف شكله ايه، متماثل ولا غير متماثل، عشان لو متماثل هيريحك كتير جدا 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 مش هطبق قانون لو متماثل، لكن لو غير متماثل دي مشكله. فالمثال ده متماثل ولا غير متماثل؟ مريم بتقول غير متماثل، ليه يا مريم؟ لا متماثل. ليه؟ لأن 10 في الأول هي 10 في الآخر. 15 في الأول هي 15 في الآخر، ده توزيع متماثل. ما دام متماثل ده بيريحنا، يعني إيه بيريحنا؟ يعني مش محتاج قانون.
في المتماثل ده هتجد الوسط الحسابي، هو نفس الوسيط هو نفس المنوال، الثلاثة متساويين. طب بيساووا ايه بقى؟ يساوي، حد فاكر يساوي ايه؟ في التوزيع المتماثل، ايه هو مركز الفئة بقى؟ هيساوي مركز الفئة المقابلة لأكبر تكرار. برافو، مركز الفئة المقابل لأكبر تكرار، أكبر تكرار 30، الفئة اللي فوق منه 40. خد مركز الفئة دي، الفئة 40 دي بدايتها 40 وراها شرطة تنتهي بكام؟ ب 50. يبقى 40 زائد 50 على 2 تطلع 45. يبقى لما يكون التوزيع متماثل تعمل ايه؟ تاخد مركز الفئة المقابلة لأكبر تكرار. أكبر تكرار 30، خد الفئة اللي فوق منه اسمها 40 وراها شرطة. طب دي مركزها كام؟ البداية زائد النهاية على 2، البداية 40 طب فين النهاية؟ 50 على 2 يطلع 45. يبقى في الجدول ده اهو الوسط الحسابي 45. طب والوسيط برضه 45. طب لو كان عاوز المنوال برضه 45. هتلاحظ ان الوسط الحسابي هو عاوز ايه؟ عايز متوسط الاعمار، عايز متوسط العمر. اصغر عمر كام؟ 20. واكبر عمر كام؟ 70. يبقى متوسط العمر يقع ما بين 20 و70. متوسط العمر او وسيط العمر او منوال العمر يقع بين 20 و70. من ضمن الاجابات بيقول لك 20، ما تنفعش 20، لازم المتوسط بتاعي يكون اكبر من 20، يبقى 20 دي مستبعده. طب وال70 اجابه رقم ج برضه مستبعده، لازم يكون اقل من ال70. طب و85 دي بره خالص. يبقى الاربع اجابات دول يا جماعه في سؤال 16، الاربع اجابات دول فيهم كم اجابه مستبعده؟ ثلاث اجابات، الاولى والثالثه والرابعه. لما تستبعد الاولى والثالثه هيبقى لك مين؟ مفيش غير اجابه واحده، تبقى الاجابه رقم د، رقم ب. واضحه؟ طيب السؤال رقم 17 مدينا توزيع تكراري، بس قبل ما احل طلع توزيع غير متماثل. الاول 7 الاخير 5، الثاني 14 الاخير، ده مش متماثل بقى. هنا هطبق القانون وعاوز المنوال، عشان تجيب المنوال بعمل ايه؟ بحدد اكبر تكرار اللي هو 25. اكبر تكرار 25، الفئه اللي فوق منه، الفئه اللي فوق منه 65، دي بسميها حرف ايه؟ يبقى ال 25 دي الفئه اللي فوق منها ال 65 دي بسميها حرف ايه؟ ال 25 دي التكرار اللي قبل منها اسمه اف 1، يبقى ال 14 اسمها اف 1 وال 21 اسمها اف 2. يبقى الرموز اللي عندي حرف ال A ب 65، الاف 1 ب 14، الاف 2 ب 21. طب فين ال L؟ ال L اللي هو طول الفئه. الفئات ماشيه ازاي؟ 55 60 65. يبقى ال L هنا بكام؟ ال L 55 60 65، كل مره 5، يبقى ال L بكام هنا يا سيد عبد الله؟ ب 5. طبق القانون بقى، القانون المنوال بيساوي ايه؟ حرف ال A زائد شرطة كسر اف 2 على اف 1 زائد اف 2، الكسر ده مضروب في ال، لما اعوض هقول المنوال يساوي 65 زائد شرطة كسر 21، المقام 21 زائد 14، الكسر اضربه في 5، الآية الحاسبة على طول كده 65 زائد، في عندك مربع فوق على الشمال بسط ومقام اضرب عليه، البسط اكتب في 21، المقام افتح قوس بقى وال 21 زائد 14 واقفل القوس واطلع بالمؤشر فوق واضربه في 5 وجيب الناتج، هيطلع كام بقى؟ هيطلع كام؟ علا بتقول 40
وعبد الله بيقول 68 وعلا بتقول 28 ومريم 67. طبعا الإجابة الصح، ها حد تاني يا جماعة؟ برافو، الإجابة باء. الإجابة باء، الإجابة الصحيحة 68. إجابة علا غلط وإجابة مريم غلط. الإجابة 68 لو أنا طبقت القانون. في السؤال اللي بعد منه، سؤال 18، عايز قيمة الزاوية المقابلة للتكرار 25. ال25 محولة للزاوية، أعمل إيه عشان تجيب الزاوية؟ تعمل إيه؟ حد كده يقول الناتج؟ الناس اللي مذاكرة، لما أحول 25 دي إلى زاوية تطلع زاوية قد إيه؟ تطلع كام؟ عبد الله بيقول 125. في حد عنده إجابة تانية؟ ومريم بتقول 125. في إجابة تالتة؟ برافو، الإجابة فعلا 125. الزاوية فعلا 125. في سؤال 19، عاوز معامل الارتباط. أنا حافظ معامل الارتباط، نفس اللي معاه آلة حاسبة، حافظ معامل الارتباط. هاجي على الآلة الحاسبة، عندك فوق على الشمال تحت كلك في مفتاح عليه بسط ومقام، على هيئة كسر، بسط ومقام. تعالى على البسط وافتح قوس. القانون بيقول ايه؟ بيقول ان سمشن اكس واي يعني 5 في 66 ناقص سمشن اكس في سمشن واي يعني كام بقى؟ 20 في 15. واقفل القوس وبعدين انزل تحت واضغط علامة الجذر اللي جنب الكسر ده، وبعدين افتح علامة وافتح قوس، افتح تحت الجذر بقى يا جماعة، تحت الجذر افتح قوسين اتنين تحت الجذر، هفتح قوسين اتنين، وبعدين اكتب ان سمشن اكس تربيع، ان عندي بخمسة هضربها في 55 ناقص سمشن اكس لكل تربيع يعني 20 تربيع، واقفل القوس وافتح قوس تاني ان سمشن واي تربيع يعني 5 في، ده انا غلطت في الارقام، سمشن اكس تربيع ب 84 يبقى 5 في 84 ناقص 20 تربيع، واقفل القوس وافتح قوس ثاني، الان عندي ب 5 في سمشن واي تربيع 55 ناقص 10. اعيد من الاول، عندك تحت شيفت وتحت كلت في مفتاح على هيئة كسر بسط ومقام، مربع مسمط وتحت منه مربع فاضي، نضغط عليه كسر هيئة بسط ومقام، اضغط عليه بعدين افتح قوس وبص للقانون بيقول ان سمشن اكس واي، الان عندك بخمسة هضربها في سمشن اكس واي 66 يبقى 5 في 66 ناقص القانون بيقول سمشن اكس في سمشن واي يعني اقول 20 ضرب 15، واقفل القوس، اقفل القوس بعدين انزل تحت واضغط علامة الجذر، الجذر العادي، وبعدين افتح قوسين اتنين، قوسين اتنين، اول قوس مكتوب فيه ان سمشن اكس تربيع ان بخمسة في سمشن اكس تربيع 84
ناقص سميشن اكس لكل تربيع، يعني ناقص 20 تربيع، واقفل القوس وافتح قوس تاني ان سميشن واي تربيع، يعني 5 في 55 ناقص سميشن واي لكل تربيع اللي هي 15 تربيع، واقفل القوس واقفل القوس. يبقى انا بديت بقوسين وانتهيت بقوسين، واطلع بالمؤشر فوق جنب الكسر فوق، اطلع بيه فوق واقول يساوي، هيطلع كسر بسط المقام. لما اقول يساوي هيطلع مطلقة 3 كسر 10 على 10. اضغط على مفتاح اسمه اس دي فوق مفتاح دل، اضغط اس دي هيطلع الناتج. يطلع الناتج كام يا جماعة؟ يطلع الناتج كام يا حضرات؟ هقولها مرة تانية، طبعا الناتج هيطلع ازاي يا مان؟ يطلع 2.9. معامل الارتباط بين سالب واحد وموجب واحد. مرة تانية يا جماعة، هقولها آخر مرة. اضغط على المفتاح اللي هو على هيئة كسر بسط المقام على ايدك الشمال. مفتاح اللي هيئة بسط المقام، عارفينه ولا مش عارفين المفتاح ده؟ شايفينه؟ طبعا جواب إيماء مريم. مفتاح بسط المقام، اضغط عليه هيجي لك فوق كده مربع، افتح قوس وعوض في القانون ان عندي بخمسة ضرب سميشن اكس واي اللي هي 66 ناقص سميشن اكس في سميشن واي، يعني 20 في 15، واقفل القوس وبعدين انزل تحت المقام واضغط علامة الجذر العادي وافتح قوسين اتنين، افتح اضغط قوسين اتنين واكتب ان سميشن اكس تربيع، يعني 5 في 84 ناقص سميشن اكس تربيع، يعني ناقص 20 تربيع اللي فوق دي، واقفل القوس ده القوس الاول وافتح قوس جديد واكتب 5 سميشن واي تربيع، يعني 5 في 55 ناقص سميشن واي تربيع كل تربيع، يعني ناقص 15 تربيع، واقفل القوس واقفل القوس. يبقى انا بديت بقوسين وانتهيت بقوسين اتنين. بعد كده اطلع بالمؤشر جنب علامة يساوي واقول اضغط علامة يساوي، هيطلع الناتج على هيئة كسر اعتيادي بسط المقام. اضغط اس دي هيطلع الناتج الاول اللي هو 9.48. طبعا الاجابة دي مستبعدة سؤال 20، بيقول ما هو ده قيمة دي في السؤال 20 ده بقى. في السؤال 20 ده، في السؤال 20 عايز قيمة البي. ايه هي البي؟ البسط بتاع البي هو البسط بتاع الار، بسط بي هو بسط ار، والمقام بي قوس الاول من ار بدون جذر. انا هقف هنا يا جماعه، بكره في لقاء اخير، بكره اخر لقاء، ده لقاء اضافي هبدا فيه من الارتباط مره ثانيه، يعني بكره ان شاء الله هبدا بسؤال الارتباط ده عشان نتمرن عليه مره ثانيه. يا ريت تتمرنوا عليه، على سؤال الارتباط ده.
وهبدأ بيه بكرة إن شاء الله مرة تانية. بكرة حضرات في نفس الميعاد ده، بكرة في نفس الميعاد هيبقى آخر لقاء، هحل برضه امتحانات أعوام سابقة، وهتلاحظ الامتحانات عمالة تتكرر. ماشي يا سادة، أشوفكم بكرة إن شاء الله، مع السلامة.